إسماعيل يونس يقول فهد طيارة يقود العراق بلقب كأس تايلاند بعد التغلب على تايلاند، بركلات الترجيح، مبارك للعراق. فعلا فهد قدم مستوى مميز اليوم. يعني احنا الحراس اللي عندنا ثلاثة هم فهد وجلال حسن وأحمد باسل، يعني مميزين فعلا، مميزين وفعلا يستحقون انه يلوذون عن عرش يعني العرين، عرين المنتخب الوطني العراقي. تصدي لركلة جزاء أثناء المباراة بثقة، ثقة وتصدي لركلة ترجيح وإمكانياته قوية، وهم يعني لا يعني الحراس المرمى جاهزين بغض النظر عن يعني خطأ جلال، هذا يمكن ما يحتسب طبعا، بس كل الحراس هم جاهزين ويستحقون هذا الأداء. هو دائما يقول لك حارس المرمى نصف الفريق، وبالتأكيد كانوا هم نصف الفريق. حارس أول كابتن سعد في أول مباراة بعد شوط من التجريب مع جلال حسن ويظهر بهذا المستوى، شلون شفت الفهد؟ يعني أنا أعتقد الاحتراف ربما سعف، الاحتراف بالدوري الإيراني، دوري قوي ودوري مميز، وتشعر أنه فهد يعني دخل المباراة وكأنه يعني تشبع من المباراة، وكأنه تشعر به أنه قد المباراة، وحتى كقيمة فنية تشعر به حتى أعلى من المباراة، واثق بقوة، واثق بقوة، وشوفه حتى تصديه ركلة الجزاء، يعني قيادة الفريق، أخطاء قليلة، دائما ما يحسم الكرات خاصة الكرات الجانبية اللي لعبها الفريق تايلند. لذلك أنا أعتقد الاحتراف خدم فهد، حتى قراءة الركلات الجزاء كان يعني الأولى صحيح. كان هو يستطيع يعني إبعادها، يعني هذا يدل على الثقة العالية وخوف يعني اللاعب من عنده، شيء طيب. يعني عندنا رسالة بعد شباب، لو خلصت الرسائل.